إذن بعد ما سمعنا روني فهد رح نشوف ردة فعل المدربين. بداية مع غسان اليوم مباراة رائعة، يعني اختتمتوا دور المجموعات بطريقة رائعة. كان شونفيل أو الحكمة مع أنه مباراة منا مصرية للفريقين، كيف هيك بتلخص؟ بس يلعبوا شونفيل والحكمة دائما بتكون مباراة مصرية. هذا دوربي مهم كتير، الفريقين قدموا جيم كتير حلو. أنا بدي هني الشباب كلهم لأنه لعبوا إداء جماعي رائع مع بعضهم. بعتقد أنه الخمسة مع البنش كانوا اليوم عم يلعبوا بوان سبيريت، تيم واحد، عم يتعاونوا مع بعضهم، كانوا عاملين بالانس كتير كبير على الملعب وساعدوا بعضهم بشكل كتير منيح. غسان شفنا وجهين آخر أسبوع لشونفيل، يعني اليوم شيء ومع الهوب شغلة تانية. رح أقول لك شغلة خالد، هذا الفريق صار له خمس سنين بيلعب، الليدر تبعه كان التايجر فادي، كلنا بنعرف فادي كيف كانت الليدرشيب تبعه على الملعب وكيف كان ماسك كل الأمور. يعني عن جد اتواز بيك تشالنج انه يترك فادي والفريق يضل، وعنا تارجت كبير انه نطلع بين اول اربعة، وهذا يلي صار بالريجولر سيزون. وهلا فانا بدي اعطيهم، اعمل لك الفريق بده شوية خبرة، عنا ابس اند داونز شيء طبيعي. يعني هلا بعتقد انه وصلنا على مرحلة البلاي اوفس، اللاعبين واعيين اكتر. بدي ناشد الجمهور انه ما ياخد ولا اي جيم بالبلاي اوفس لايتلي، لازم ينعرف انه وجودهم بفول هاوس كتير ضروري. يعني كفحنا كتير لناخد مركز تاني والهوم كورت ادفانتج، بدنا اياهم يجوا. بدي اقول جود لك لكل الفرق، ان شاء الله يلعبوا البلاي اوفس كلهم من دون اي اصابات ونشوف باسكتبول رائع. حسان بشكل سريع رح تواجه شونفيل المتحد، كيف تشوف السيري؟ ايش السيري الاصعب بالبطوله بالربع النهائي؟ يعني بعتقد كل الجيمز صعبين، يعني ما في شك انه هيدي لها نكهه، لانه الفريقين كمان يعني بس يلعبوا شونفيل المتحد مثقب، كل ما نلعب ماتش بيكون الفرق كلها معنا محمس كتير، فبيطلع جيم حلو. اكيد بدها تكون سيريز مشيقة جدا، بس رح نكون متحضرين ورح نفرجي وجه ان شاء الله مثل اليوم، وان شاء الله بعد احسن على الاداء الدفاعي. نقلك مبروك ويعطيك العافية غسان.